سريعا هنروح مع حضراتكم لفقرتنا المعتادة وجولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي جولتنا النهاردة مع العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اللي كتب على حسابه الرسمي على الفيسبوك البقاء لله في ضحايا محطة مصر، ربنا يصبر أهلهم ويحفظ مصر. كمان المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب على تويتر تقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا محطة مصر، اللهم ارحمهم وإلهم أهلهم الصبر والسلوان واحفظ مصر وأهلها من كل سوء. محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كمان كتب على الفيسبوك ببالغ الحزن أن عيد ضحايا حادث حريق محطة سكة حديد رمسيس، أدعو الله للمصابين بالشفاء العاجل وأناشد كمواطن الجهات المختصة بتحقيق عاجل وشامل يكشف الحقائق الكاملة لمحاسبة المخطئ والمقصر أيما كان، كما أطالب بسرعة تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد في مصر كأولوية وطنية عاجلة، حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي برضو كتب على الفيسبوك لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم ضحايا حادث محطة مصر وإلهم أهلهم الصبر والسلوان. محمد الضماتي كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب على الفيسبوك البقاء لله في ضحايا محطة مصر، ربنا يصبر أهلهم. الصفحة الرسمية للدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك كتبت تنعي دكتورة رانيا علواني شهداء الوطن ضحايا حادث محطة مصر الأليم، راجين من المولى عز وجل أن يتقبلهم شهداء ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. طارق أنديل عضو برضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب على الفيسبوك أو على تويتر إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله أبناء مصر كشهداء كارثة اليوم ونسأل سبحانه حماية الوطن وأبناءه من مثل هذه الكوارث. كمان أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي كتب على تويتر رحم الله شهداء حادث محطة مصر، ربنا يتغمدهم برحمته ويصبر ذويهم. عمرو السلية لاعب الأهلي كتب على تويتر رحم الله شهداء حادث قطار محطة مصر، اللهم احفظ مصر وشعبها. شريف إكرامي كمان على تويتر لا إله إلا الله، خالص العزاء لكل أسر ضحايا حادث محطة مصر الأليم اليوم، تقبلهم الله بواسع رحمته، أدعو الله بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، حادث مؤسف ومكرر رحمتك يا رب من العقول المتحجرة ومعدومي الضمير. سعد سمير لاعب الأهلي كتب على تويتر يا رب رحمتك، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنا نسألك لطفك وعفوك ومغفرتك يا رب، أرحمهم واجعلهم في الجنة. محمد صلاح على تويتر كتب خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، أتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. أحمد حجازي كمان المحترف في نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي كتب على تويتر رحم الله شهداء قطار محطة مصر وصبر أهليهم، ودعواتنا للجرحى المصابين بالشفاء العاجل بإذن الله. عمرو جمال كمان كتب لا حول ولا قوة إلا بالله رحم الله شهداء حادث قطار رمسيس وألهم أهلهم الصبر والسلوان. محمود حسن تريزيجيه كتب على تويتر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله شهداء حادثة مصر. كمان أحمد المحمدي المحترف في أستون فيلا الإنجليزي كتب على تويتر خالص العزاء لأسر ضحايا حادثة محطة مصر، تمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين. الحساب الرسمي لاتحاد الكورة على تويتر رحم الله شهداء حادث محطة مصر، اللهم إلهم ذويهم الصبر والسلوان واشفي كل المصابين يا رب العالمين. أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكورة البقاء لله وحده خالص العزاء في ضحايا حادث محطة مصر الذين لقوا حتفهم إثر حادث أليم، اللهم إلهم ذوي الصبر والسلوان وحمى الله مصر وأبنائها من كل سوء. كمان محمد أبو تريكة كتب على تويتر رحم الله شهداء حادث محطة مصر، ربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، ربنا يحفظ مصر من كل سوء.